ومع الخير احنا وللخير احنا وفي الخير احنا احنا امل خير امة. مع الخير احنا وللخير احنا وفي الخير احنا احنا امل خير امة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتي إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا عنواني، الذي نعيش وإياكم فيه مع أخلاق المسلم طوال شهر رمضان. عنوان هذه الحلقة النهر الزلال. نهر الأخلاق هو خلق عظيم من أخلاق هذا الدين، به يطيب المطعم والمشرب، فيه استبراء للدين والعرض، مع سمة من سمات العباد وصفة من صفات أهل الفضل والشرف. هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق. الورع أداء للواجبات وترك للمحرمات، وبعد عن الشبهات، خوفا وتعبدا لرب الأرض والسماوات، الذي أثنى على صنف من عباده فقال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مرحبا بكم مرة أخرى. لماذا الورع؟ ما أحوج الناس اليوم إلى الورع في زمن قل فيه وغاب عنه، في زمن أصبح فيه الإنسان في غاية الجشع والطمع، كحاطب ليل يجمع كل شيء لا يميز بين ما يضر أو ما ينفع. الورع يحرس صاحبه ويمنعه من الوقوع في المحرمات أو التقصير أو التفريط. الورع الذي هو طوق للنجاة في الدنيا والآخرة، به تحفظ الأعراض والدماء والأموال، وهو سبب لبذل المعروف وقناعة النفس وسخاء اليد، وبه يحفظ اللسان عن القيل والقال والغيبة والنميمة وإثارة الفتن وتأجيج الصراعات، وبالورع يختفي الجشع والطمع والاحتكار بين الناس. عدنا إليكم من جديد. إذا غاب الورع، إذا غاب الورع من حياتنا، فإن الإنسان لا يبالي من أين أتى الدنيا، وبأي طريق وصلت لقمته، وعلى أي حال كانت متعته، وعلى أي محرم كانت شهوته. وإذا غاب الورع من حياتنا ساءت أخلاق الناس، فلا ترى إلا غشا وخداعا في المعاملات، وظلما وعدوانا وهضما للحقوق والواجبات، وتعديا على الأعراض والنفوس والممتلكات. مرحبا بكم. صور مشرقة. أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، أما تعرف أن لنأكل الصدقة؟ وقال: إني لأنقلب على أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وكان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج به إلى الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أنني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. يا الله، الله أكبر، إنه الصديق وكفى به. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه، فلله دره. ورضي الله عن أبي حفص وأرضاه، ما كان أشد ورعه عن مال المسلمين. نفوس صافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: انكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه، وتصدق بمثل ما وجدتما من هذا الذهب. فأين مثل هذا الورع في أيامنا؟ ورحم الله حبيبنا أبي ثابت حينما قال: لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه، ولكن انظروا إلى ورعه، فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد لله حق. عدنا إليكم من جديد. من معاني الورع أن المسلم مطالب بأن يتورع عن الوقوع في كل فعل قبيح أو قول خبيث أو خلق ذميم أو سلوك منحرف. فمن الورع ورع الجوارح والأعضاء، فهذه نعم من الله عز وجل على عبده، فليحرص على أن يوظفها فيما ينفعه في دنياه في أخرى، أن يعودها على الخير لتشهد له بين يدي خالقه ومولاه بما فعله من خير وما اكتسبوا بها من حسنات. ومن الورع التورع عن التلفظ بكل كلام سيء قبيح، فصاحب الورع لا يتكلم بكلمات نابية ولا بألفاظ ساقطة، لا يسب ولا يستهزئ، لا يكذب ولا يزور منطقة، كلامه مهذب جميل. ومن الورع التورع عن كل خلق ذميم، فصاحب الورع لا يكون إلا مؤدبا متخلقا بكل خلق جميل، مبتعدا عن كل خلق قبيح، لأنه يريد بورعه أن يرضي ربه وأن يكون مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم. همسة. الورع يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته، وهو صون النفس وحفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بها عند الله عز وجل وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت صانها وحماها وزكاها وعلاها، ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق عنانها وحل زمامها. فاحرص أيها المبارك عليه، فإن مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من صوم وصلاة، ولتجعله عنوانك الدائم الغير قابل للنقل، واسمح لي بمجاورتك فيه. نأتي وإياكم أحبتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، والتي كانت بعنوان الورع. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعصمنا من كل شر، وأن يحفظنا من كل ضير، إنه الولي على ذلك والقادر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومع الخير احنا وللخير احنا وفي الخير احنا امن خير امه. مع الخير احنا وللخير احنا وفي الخير احنا امن خير امه.